طيب انت في سلسلة فيديوز تجارب عملتها ان انت عشت 48 ساعة في خيمة وعشت 24 ساعة في اتوبيس، صح؟ احكي لنا صح. بقى عن التجارب دي. الخيمة هو مصطلح الكامبينج أو كامبينج التخييم، بالظبط. ده موجود في العالم كله وبره. يمكن في مصر احنا يعني مش مهتمين بيه قوي أو ما بيحصلش كتير، ولكن بره هو بيحصل مع كبير ان احنا جدا. عندنا صحراء كتير وعندنا جو احلى بالظبط بكتير منهم بالظبط بالظبط، ده حقيقة. في ناس في مصر بتعمل ده، طبعا، بس يمكن ما مش حدش سمع كتير عنهم كتير. بالظبط. فهو التخييم بره موجود، فانا خدت الاولاد ورحنا اسكتلندا. هي اسكتلندا قريبه من انجلترا شويه، وخدنا الخيمه وخيمنا، قعدنا يومين في الخيمه واكلين شاربين نايمين في الخيمه، فكانت تجربه جميله يعني. طبعا.